رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. في الحقيقة مشاهدينا الأعزاء في فقرة اسأل منى جالنا مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. كنا بنقرا المشاكل دي، واعذروني لما ما بعرضهاش كلها، بس بحاول أعرضها حتى المشاكل لما بتتراكم بعرضها في حلقات بعد كده. المشاكل دي بتبقى نتيجة إن الست مش فاهمة تفاصيل الرجل، ولا الرجل فاهم تفاصيل المرأة. عشان كده في علم جديد دلوقتي منتشر اسمه اللايف كوتشنج، اوكي؟ النهارده معانا ومعاكم الاستاذه رشا عدلي، معالجه لذكريات مؤلمه ولايف كوتش. في بدايه الحلقه بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني ايه ذكريات مؤلمه؟ يعني معالجه لذكريات مؤلمه، ده تخصص دلوقتي؟ انا عايزه افهم الموضوع ده. يعني ايه معالجه ذكريات مؤلمه؟ احنا من واحنا صغيرين، وممكن نرجع تاني اكتر من كده، من واحنا اجلنا في بطون امهاتنا بنكتسب حاجات جينيه اساسا وراثيه من الام والاب ومن الاجداد. وكل المشاكل اللي بتحصل وفتره الحمل الطفل دوت اللي هو احنا واحنا صغيرين من واحنا في بطن امهاتنا، بتبقى فيه حاجات كتير بتحصل للام وللاب، حوارات، مشاكل، رفض، قبول، ايا كانت المشاكل دي اللي بيتعرض لها الطفل وهو جنين بيستقبل الحاجات ديت. لا ثواني. ايه ده؟ يعني هو لسه بيبي في بطن مامته؟ بالظبط، وممكن يكون هو لسه ما اتخلقش كمان. لا دي حاجه جديده خالص. يعني احنا دايما كنا نقول مثلا اي مشكله نفسيه بتحصل للانسان من سن سنه لسن 6 سنين. لا. لكن هو لسه في بيت في بطن مامته. بالظبط. بيخزن الذكريات المؤلمه. بيخزن من اول ما هي بتعرف ان هي حامل. بيخزن بقى، هل هي استقبلت الخبر ده ازاي؟ هي كانت فرحانه ولا زعلانه؟ كانت عايزه بنت ولا عايزه ولد؟ وبيبدا يخزن ده كله، ويبدا بقى لما يخرج للحياه هل هو بقى مستقبل الحياه دي بانهي شكل؟ بيبقى رد فعل وانعكاس. بالظبط. لذكرياته، اذا كانت مؤلمه او سعيده. ده حقيقي. فاحنا بنقبل المحبه من واحنا صغيرين من الام والاب. تبقى الحب اللي هو مش مشروط، ما فيهوش انت عشان تعمل لي كذا فقصاده كذا، لا، واحنا صغيرين بنستقبل محبه من اهالينا. فالمحبه ديت لو كانت سليمه، والطفل بيتربى بتربيه صحيه سليمه نتيجه ان الاب والام هم كمان اسويه، فده بيتنقل للطفل، فالطفل لما يكبر هيعيش حياه كويسه. طب لو العكس، لو هو صغير ما كانش متغذي كفايه بالمحبه، فهيكون عنده ايه؟ احساس ان مامته وباباه رافضينه. فنخش المدرسه نبدا يبقى عندنا مشاكل مع اصحابنا، وتبدا هنا معتقدات تخش حياتنا. المعتقدات دي بنكتسبها برضو واحنا صغيرين من الام والاب. فزي مثلا لو ام مثلا عندها معتقد البعد عن الناس غنيمه، فالبنت او الولد بيسمعوا ده من مامتهم عادي، ويلاقوها مقتصره جدا. فايه اللي بيحصل؟ بتحصل بقى انها لما تكبر بتحس بوحده. ليه عندها ليه احساس الوحده؟ لان هي ما عندهاش صحاب، ما عندهاش حد، ولان هي عامله زي حاجز كده بينها وبين الناس، هي متشافه. يعني كل حاجه جوانا ظاهره على السطح الخارجي بتاعنا. كل حاجه بتحصل في حياتنا هي مش عبثا، لا، دي حصلت لاسباب كتيره جدا. إيه طبعا، انا كنت بس عايزه حضرتك تشرحي لنا التايتل، لكن احنا موضوع الحلقه النهارده كنا عايزين نفهم الرجاله عايزين ايه من الستات. بصي الرجاله أرجوك يعني علشان المشاكل كتير، يعني فهمينا. لا، هم رجاله لطاف ومنظمين ودايركت، احنا بس فعلا احنا بس محتاجين. بصي اخر نظام اساليني. لا، هم طبيعه شخصيتهم ربنا خلقهم على الفطره ديت. أيوة. ان هم محددين وعارفين اهدافهم كويس ومخططين لها، وما بيطلعوش سلمه غير لما السلمه تخلص. تمام. عشان ياخدوا السلمه الستيب اللي بعدها. فهي الدنيا سهله، هو محتاج يفهم الست، والست محتاجه تفهم الراجل. نقط كده، 1 2 3. انت بقى حضرتك، علشان هم عاملين الكنترول روم كلهم عايزين يفهموا الموضوع ده، انت كنت قايله لنا
حضرتك قبل ما تسيبي الحلقه قلت لنا انا هقول لكم 10 خطوات لكل امراه تراني الان، هناك 10 خطوات لو اتبعتيها هيبقى جوزك خاتم في صباعك. هتعرفيها دلوقتي من لايف كوتش رشا عدلي. اتفضلي. الموضوع سهل. ايوه. اول حاجه انا محتاجه افهم ايه هو، هو ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيفكر فيه، ايه اللي بيبقى محتاجه. احتياجات الست واحتياجات الرجل مختلفه، الاثنين مختلفين، بس ابقى عارفه انا احتياجي ايه وابقى عارفه اللي قدامي احتياجه ايه. فدلوقتي هنيجي مثلا الراجل، ايه عايز ايه، يعني احتياجه ايه. نقط مهمه جدا جدا لازم الست تبقى فاهماها. اول حاجه، لو شريك حياتك دوت عنده مشاكل في شغله، عنده مشاكل في دخله، اي حاجه بتتعلق باهدافه واللي هو عايز يحققها وفيها دروب، اعرفي ان هو مش هيشوف اي حاجه تانية غيرها غير لما يحقق نجاح فيها. وبالتالي اي حاجه انت بتكلميه فيها ايموشنال عن العلاقات هو مش سامعي، مش شايفك. لا ده احنا عايزين بقى ايه، ماسكين ورقه وقلم؟ قومي دلوقتي هاتي ورقه وقلم وهنطلع فاصل وهنرجع لك تاني.